السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيارة الصين في شهر سبتمبر يعني أنا ما أنصح فيها. طبعاً في يونيو جولاي وأغسطس لا تزورونها بسبب حرارة الجو الكبيرة مع رطوبة. في سبتمبر يبدأ يتحسن الجو، بس مثل ما أنتم شايفين إحنا في سبتمبر الآن وأنا في غوانزو الرطوبة فيها عالية، فما أنصح بزيارتها في سبتمبر، وتجنبوا طبعاً زيارتها في وقت الكانتون فيرا ومعرض الكانتون، لأنه زحمة يعني الحين زحمة وما جاء معرض الكانتون، فكيف إذا جاء معرض الكانتون؟ معرض الكانتون يقام مرتين في السنة، في مارس وفي أكتوبر، شحن مختلف، تكاسي مختلفة، الفنادق مختلفة، جنبوه مرة واحدة. هذه قيمتها 6 يوان، حلوة. طعمها زين ومغذي، خذها باردة. هذا البلو بيري أخذتها من 7-11. هذه قيمتها 6.